من علی ابن ابی طالبم، حیدر چرارم، اسداللهم. أنا العباس نجل علي المرتضى المؤيد. أنا علي بن الحسين بن علي. إني أنا القاسم من نسل علي. بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العظيم. يا نفس من بعد الحسين هوني، أضربكم بالسيف أحامي عن أبي. بني قاسم، إذا رأيت عمك وحيدا بطف كربلاء وقد أحاطت به الأعداء، فعليك بالجهاد بين يديه. يعني عاش القاسم 10 سنوات في ظل وكنف عمه الحسين. He was born maybe 3 years or 2 years before martyrdom of Imam Hassan عليه السلام, which was at the year 50. At time of Karbala, his age was about 12 to 13 years. It was mentioned that غلامٌ لم يبلغ الحلم. Still, he has not reached the age of puberty. حسين سلام الله عليه قدم هاي النماذج حتى يقول ترى يا أمة كلكم بدائرة المسؤولية. يعني شلون؟ يعني أنا عمري 10-11 سنة، علي دور لو ما علي دور، علي واجب لو ما علي واجب. أنا عمري 11 عام، لازم تربيتي تصير عالية، لازم تربيتي إسلامية، لازم مسؤول أن أضحي. بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟ يا عم وكيف لا، وأنت بين الأعداء بقيت وحيدا فريدا، لم تجد محاميا. وكيف تجد طعم الموت؟ فيك يا عم أحلى من العسل. He asked his uncle in the night of Ashura that, oh my uncle, am I among those who will be martyred tomorrow? Imam Hussein alayhi salam asked him, how is the death in your view? He said, the death in your path is sweeter than honey for me. صبي 10 سنين ما تردد. قال للموت بين يديك أحلى من الشهد. قال إذن بني قاسم أنت تقتل وحتى ولدي عبد الله الرضيع يقتل. استعد القاسم من صارت المعركة وبدأت التضحيات ببني هاشم ووصل الدور للقاسم نزل إليه الحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا؟ إجا القاسم عم يا حسين أنا موجود. حميد بن مسلم says برز علينا غلام كأنه فلقة قمر and he start fighting bravely. It is mentioned that he killed about 35 persons. 11 عام ضربت الأمثلة بشجاعته، وإلا أرجوك اللي ينزل بقميصه وإزار وبالقتال ينقطع شسعنا عليه ويصلح هذا. أي ماكو اهتمام، يعني بلا مبالاة داخل الحرب، مو في ذهنه أكو شيء من الخوف أو التردد أو الوهن. إني أنا القاسم من نسل علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي من شمر ذي الجوشن أو ابن الدعي.